الشعر دوب النجالة مع الأفكار جار بعد ما صفت بالي وتفكيري أدا والقصيد كلمة ومن إحساس وشعور كل مجهود على شانه يروح سدى لا يضيع الشعر إلا من أسباب الغرور لا بدا من هالتعالي على غير غدا لا بدا من هالتعالي على غير غدا القصور عند من كرم ضيوفه وبالواجب بدا عند من كرم ضيوفه وبالواجب بدا مرحبا ترحيب وافي بعيد عن القصور عند من كرم ضيوفه وبالواجب بدا بالحروب على الفعايل طويلين الشبور عزوة بالمقفار سامن جبال الهدى مرحبا وحضوركم زاد فوق النور نور يا معاوين تواخر عنهم الياس سمع منهم نداء شيخ عرف وشاعر غاصب السبع البحور من دكادرة المراجل ما هو بس الحدا مطربين عزوته فالوازم ما تبور ما ذكر فيهم ضعيف ولا راعي ردا من قديمة الليالي ومن ماضي العصور اكرما بسلم وليا بدا الحرب عقدا اكرما بسلم الشعر دوب النجالة مع الأفكار جار بعد ما صفيت بالي وتفكيري هدا والقصيد كلمة ومن إحساس وشعور كل مجهود على شانه يروح سدى لا يضيع الشعر إلا من أسباب الغرور لا بدا من هالتعالي على غير غدا لا بدا من هالتعالي على غير غدا القصور عند من كرم ضيوفه وبالواجب بدا عند من كرم ضيوفه وبالواجب بدا مرحبا ترحيب وافي بعيد عن القصور عند من كرم ضيوفه وبالواجب بدا بالحروب على الفعايل طويلين الشبور عزوة بالمقف ارسام جبال الهدى مرحبا وحضوركم زاد فوق النور نور يا معاوين قال أرعى المواجب بصوت الجهور من وفاء وطيب راسه لترحيب الصدى بالروجح جيدة الساس والفلم خبور قبل جنب الطيب والجود ما معه مدى ذخر عود دون رابك ما السيف البتور ولا توخر عنهم الياس سمع منهم ندى لا توخر عنهم الياس سمع منهم ندى شيخ عرف وشاعر غاصب السبع البحور من دكادرة المراجل ما هو بس الحدا مطربين عزوته فالوازم ما تبور ما ذكر فيهم ضعيف ولا راعي ردا من قديمة الليالي ومن ماضي العصور اكرما بسلم وليا بدا الحرب عقدا اكرما بسلم وليا بدا الشاعر إلا من أسباب الغرور لا بدا
من هالتعالي على غير غدا، لا بدا من هالتعالي على غير غدا. شاعر ما همه الا التواجد وطنه، وشاعر همه ينوم سعزات الابدا، بعدها بواجبه الكف وفاني بمعذور، والله اني لما ما الشعر واطلب وحدا. مرحبا ترحيب وابي بعيد عن القصور، عند من كرم ضيوفه وبالواجب بدا، عند من كرم ضيوفه وبالواجب بدا. مرحبا ترحيب وافي بعيد عن القصور، عند من كرم ضيوفه وبالواجب بدا. بالحروب على الفعايل طويلين الشمور، عزوة بالمقفار سام جبال الهدى. مرحبا وحضوركم زاد فوق النور نور، يا معاوين مسيف البتور. ولا تواخر عنهم الياس سمع منهم ندا، لا تواخر عنهم الياس سمع منهم ندا. شيخ عرف وشاعر غاص في السبع البحور، من دكادرة المراجل ما هو بس الحدا، مطرفين عزوته فاللوازم ما تبور، ما ذكر فيهم ضعايف ولا راعي ردا. من قديمة الليالي ومن ماضي العصور، اكرم بس الموليا بدا الحرب عقدا، اكرم بس الموليا بدا الحرب عقدا. الشعر دوب النجالة مع الافكار دار، بعد ما صفيت بالي وتفكيري هدا، والقصيد ان كان ما هو من احساس وشعور، كل مجهود علشان يروح سدا. لا يضيع الشاعر الا من اسباب الغرور، لا بدا من هالتعالي على غير غدا، لا بدا من هالتعالي على غير غدا. شاعر ما همه الا التواجد وطنه، شاعر همه ينوم سعزات الابدا، بعدها بواجبه الكف وفاني بمعذور، والله اني لما ما الشعر واطلب وحدا. مرحبا ترحيب وافي بعيد عن القصور، عند من كرم ضيوفه وبالواجب بدا، عند من كرم ضيوفه وبالواجب بدا. مرحبا ترحيب وافي بعيد عن القصور، عند من كرم ضيوفه وبالواجب بدا. بالحروب على الفعايل طويلين الشبور، عزوة بالمقف ارسام جبال الهدى. مرحبا وحضوركم زاد فوق النور نور، يا معاوين قال أرى المواجب بصوت الجهور، من وفاء وطيب راسه لترحيب الصدى. بالروجح جيدة الساس والفلم خبور، قبل جنب الطيب والجود ما معه معدا. ذخر عود دون رابك ما السيف البتور، ولا تواخر عنهم الياس سمع منهم ندا، لا تواخر عنهم الياس سمع منهم ندا. شيخ عرف وشاعر غاص في السبع البحور، من دكادرة المراجل ما هو بس الحدا، مطرفين عزوته فاللوازم ما تبور، ما ذكر فيهم ضعايف ولا راعي ردا. من قديمة الليالي ومن ماضي العصور، اكرم بس الموليا بدا الحرب عقدا، اكرم بس الموليا بدا الحرب عقدا. يا مرحبا يا مرحبا يا لا 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 يا ل
قبيلة حرب اللي لم شنو فيه الشاعر محمد بن صالح المطرفي وجماعة قبيلة مطارفة يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا فخر واليوم جال من يزيد الله حيو سنة قباية الحرب جنعهم على حسب الأخوة مثل السحاب اللي يا مرحبا حياكم الله سلام يا قصر مثل السحاب اللي يبشر بالمطر برقه ونوه ممشى وفاء والاسم واحد والبنى حزايد علوه الكل منا يحمي المقاف في ليل ونهار السلام يا قصر تعلنا ازداد قوة بنية على صم الحديد ولا لحق في الوقت سوى امكال في راس المعلم وقت سابر وجوة طيب وفخر واليوم جعل من يزيد نعمار عنا سلام يا قصر تعالى نايب وازداد قوة بنية على صم الحاجين ولا لحق في الوقت سوى امكال في راس المعلم وقت سابر وجوة طيبه فخر واليوم جعل من يزيد نعمار حنا قباي الحرب جيناكم على حسب الأخوة مثل السحاب اللي يبشر بالمطر برقه ونور ممشى السلام يا قصر تعالى نايب وازداد قوة بنية على صم الحديد ولا لحق في الوقت سوى ومكال في راس المعلم وقت سابر وجوة طيب وفخر واليوم جعل من يزيد نعمار حنا قباي الحرب جيناكم على حسب الأخوة مثل السحاب اللي يبشر بالمطر برقه ونور ممشى يا
الكل يحمى ما قلت إليه يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا مرحبا جرحي مثل النور يوم شع ضوء في ليل كان من ليال العيد مهضر وجو والقصر بانين رياجين المعزة والحمو بنينا على أساس عزاز ولا يجي في النيا يا لا لا روس الرجال الليلة بالوقت قدرة وقت دار يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا سلام يا قصر انت همكال براس المعلم وقت سافر وجو طيب وفخر واليوم جال من يزيد عمر يا مرحبا ترحي بمثل النور يوم شع ضوء في ليل كان من ليال العيد والقصر بانينا رياجين المعزة والحمو بنينا على أساس عزاز ولا يجي في نيار حنا قبايا الحرب جيناكم على حسب الأخوة مثل السحاب اللي يبشر بالمطر برقه ونوم ممشى وفا والاسم واحد والمنازع يدعلو الكل يحمى ما قفه بليل ولا في الشاعر محمد بن صالح بن رويجح المطرفي أداء سلطان بن سودة مرحبا ترحيب وابي بي
الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظمته. الحمد لله الذي جعلنا شعوبا وقبائل نتعارف، وجعل أكرمنا عنده أتقانا. ثم نصلي ونسلم على خير الورى وخير من وطأ الثرى، نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يسعدنا في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة
أن نرحب بمشائخ وأعيان قبيلة البشور ومشائخ وأعيان قبيلة أنجبة من حرب، ونرحب بقبيلة حرب كافة في هذا المساء، ونرحب بمشائخ وأعيان القبائل الحاضرين في هذه الليلة المباركة عند الشاعر محمد بن صالح بن رويجح المطرفي الهذلي ابن العلم والرمز دكتور الحداء الشاعر صالح بن رويجح المطرفي شافاه الله. نرحب بكم ضيوفنا الأكارم في ليلة وطنية، في ليلة محبة ووفاء، في اجتماع مبارك بإذن الله تعالى. ولعلنا نفتتح هذه المجالس بخير بداية، آيات عطرات من الذكر الحكيم يقرأها على مسامعنا الشيخ محمد البركاتي، فأهلا وسهلا به. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جزاكم الله خير، خير ما يبدأ به كما قال الحبيب القرآن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذا القرآن إن شاء الله. بارك الله فيك. صدق الله العظيم. يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. نرحب بكم جميعا أيها الضيوف الكرام باسم الشاعر محمد بن صالح بن رويجح المطرفي، وباسم والده، وباسم قبيلته قبيلة المطارفة من هذيل، الحاضرين في هذا المساء بمشايخهم وأعيانهم. ولعلنا نترك المجال والترحيب لصاحب المقام والحفل الشاعر محمد بن صالح بن رويجح المطرفي الهذلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. حيا الله ضيوفنا باسمي واسمي على العم الحاضرين، والله أنكم شرفتونا، وإن الليلة عندنا ليام الليل العيد، حضوركم شرف لنا. الله يحييكم من ممشاكم إلى ما الفاكم. والله قد ما رحب قد ما أقول والله نوفي من ترحيبكم ونوفي من جمالكم علي شيء هذا من حضوركم. الله يحييكم، مرحبا ترحيب المطر. تفضل. نكرر الترحيب بكم ضيوفنا الكرام، الله يحييكم، مرحبا ومسهلا بالكل والجميع في مثل هذه المجالس التي تجتمع فيها الوجوه النيرة، الوجوه الخيرة التي لم يجمعها إلا الحب والوفاء. وللشعر في مثل هذه المجالس دور وحضور. ولعلنا نفتتح أول مشاركاتنا الشعرية قصيدة شعرية للشاعر فويز ابن حمود المطرفي الهذلي، فأهلا وسهلا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم جميع، ويا مرحبا حياكم الله جميعا. الليلة هالشاعر وقف، والليلة هالما قف ثبت، والله يبيض وجه من كمل ومن ياقف معه. تباشرت حتى القصيدة والفرايد رحبت بمواصل رجال الوفا يوم الوفا من منبعه. وأنا اللي لقحت القصيدة بالنوادر
وانجبت بيوت شعر تشرف المنبر وكل تقنعه غزلتها بشعور يجذبها وطاعت وقربت واخذتها للقمة اللي ما تعرف المعمعة ما هي قصيدة مصلحة ولا مع التاجر صبت والغير ميقافني نوم اسما الشي نطمعه وأعداد نبت السكري وأعداد ما الصفري نبت يا مرحبا في الحلة اللي كل طيب تجمعه حلة رجال المثل هذا الليل فالوقفة ربت يوم الضيوف الزود والترحيب كل يسمعه يا مرحبا يا حرب وبيات القصايد رتبت وبكل قلب كل بيت من القصيدة نطبعه يا كاسبين النعم يا حرب الدول يوم حربت عدوكم يهزم ولا به من يواسي مدمعه وقفاتكم دون الوطن وعداه وعداكم هبت حصن حصين وكل باغي عن وطننا يمنعه يا مرحبا وهذين ربعي والمواقف ما خبت للي يناظر مجدنا واللي يعطر مسمعه وقفاتنا دون الوطن مثل المواجيب وجبت درع الحجاز ولا يهان البيرق اللي نرفعه حنا هل الطالات ضد اللي جمع واللي سبت حنا هل الوقفات والمعروف حنا مصنعه تاريخنا شمس عن الأمجاد ما يوم غربت في كل يوم يسجل التاريخ مجد نصنعه سلامتكم. صح لسانك الشاعر فويز ابن الشاعر والعلم والرمز حمود بن سودة المطرفي الهذلي. أيها الأحبة، كلمة ترحيبية لرمز من رموز قبيلة هذيل وعالم من أعلامها وشيخ من مشايخها. نرحب في هذه الكلمة بحاتم هذيل سفير السلام الشيخ سفر السويهري الهذلي، فأهلاً وسهلاً به. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشايخ قبيلة البشور من حرب، مشايخ النجبة من قبائل حرب، مشايخ قبيلة معبد من قبيلة حرب، مشايخ القبائل، كل من حضر في هذه الاحتفالية المباركة عند الرمز وابن الشيخ وابن العلم الشاعر محمد بن صالح بن رويجح المطرفي الهذلي، نرحب بكافة القبائل الحاضرة في هذا المساء من قبيلة قحطان، من قبيلة بالحارث، من قبيلة عتيبة، وكافة القبائل الحاضرة باسم شاعرنا وابن الشاعر الكبير، أسأل الله أن يمده بالصحة والعافية الشاعر صالح بن رويجح المطرفي الهذلي. نرحب بكل من حضر في هذا المساء باسم شاعرنا محمد بن صالح بن رويجح المطرفي الهذلي، ونرحب ونبدأ في البداية ونحيي الجميع بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأهلا وسهلا، حللتم أهلا وطأتم سهلا، ويرحب بكافة الحضور. وفي الحقيقة عندما يقام مثل هذا الاحتفال الكبير وبحضور مثل هذه الشخصيات المرموقة عند شاعر من شعراء قبيلة هذيل وعلم من أعلامها، فإنما هو مدعاة للفخر والاعتزاز. فحضوركم زادنا شرف عظيم، وشاعرنا وابن الشاعر محمد بن صالح بن رويجح لا يستغرب من هذه المواقف المشرفة، فهو من خيرة شباب القبيلة ومشرف حقيقة. محمد مشرف قبيلة هذيل في العديد من الاحتفالات والعديد من المناسبات، نسأل الله أن يبارك فيه وأن يكثر من أمثاله. فهو حقيقة شاب طموح، وعرف حقيقة عنه نبل الأخلاق والتربية الإسلامية السليمة
وكرمه وجوده ونبل أخلاقه من خيرة شباب قبيلة هذيل هذا الشاب محمد بن صالح برويجح المطرفي الهذلي، ولا غرابة في ذلك، فهو ابن قبيلة عريقة وقبيلة عظيمة، قبيلة المطارفة من هذيل، أعظم وأكبر القبائل الموجودة في الحجاز من قبائل هذيل. نحن جميعا أبناء قبيلة هذيل، نفتخر ونعتز بوجود قبيلة في حجم ومكانة قبيلة المطارفة من هذيل بين جنبات هذه القبيلة العظيمة قبيلة هذيل. فلا غرابة، ومحمد هو وابن الشاعر الكبير المعروف صالح برويجح المطرفي الهذلي دكتور الحداء، والذي شهد له القاصي والداني في كافة القبائل في المملكة العربية السعودية بتمكنه وقوة شعريته في شعر المحاورة وفي شعر الحداء. أبو خالد نسأل الله العلي القديم القدير أن يطيل في عمره وأن يمده بالصحة والعافية، شهد له أكبر الشعراء في الجزيرة من الشاعر المرحوم عبد الله المسعودي إلى الشاعر المرحوم صياف الحربي إلى شعراء كبار، شاهدوا له بقدرته وتمكنه في الشعر بصفة عامة وخصوصا شعر الحداء المعروف والمشتهر في الحجاز، وأطلق عليه منذ عشرات السنين بأنه هو دكتور الحداء، وهذا الشيء لا يستغرب. فأبو خالد أطال الله في عمره مشرف ومبدع في هذا المجال بشهادة أكبر الشعراء الموجودين في المملكة العربية السعودية. أعيد وأكرر ترحيبي بكل من حضر من قبائل حرب ومن كافة القبائل في هذا الليل المبارك عند الشاعر الشاب محمد بن صالح برويجح المطرفي. وأنتم يا قبائل حرب وكافة الحضور لكم حق واجب أن كل هذيلي طالما وصلتوا ديار هذيل، فنسأل الله العلي القدير أن يجمعنا دائما على الخير والمحبة، ولكم قهوة عندي وعند كل هذيلي لكم حق واجب. فأتمنى أتمنى أن تعطونا وعد وتشرفونا، ويكون حلقة الوصل ما بيننا شاعرنا محمد أبد. هذه العزيمة محبة، وبحول الله يكون اجتماع خير وبركة، وكل الاجتماعات التي تتم في وطننا المملكة العربية السعودية جميعها بحول الله اجتماعات خير وتصب في المصلحة الوطنية للمملكة العربية السعودية. أسأل الله العلي القدير أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويحفظ لنا قيادة هذه البلاد الموفقة خادم الحرمين الشريفين وسموي ولي عهده. وأسأل الله العلي القدير أن يجمعنا دائما على الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وننتظر تعطونا وعد مع أبو صالح. ما في هذه كلام برا، الحضور كافي دائما. كل ما حضرنا نردد بيت الشاعر الكبير المرحوم عبد الله المسعودي اللي يقول لضيفه: تولم والبس الثوب الجديد، وخاوي من تحب ومن تريد، ويوم انك تجينا يوم عيد، تفز لك القلوب ونطلب. شكرا، الله يبارك فيك ويحفظك. الله يطول عمرك. بالنسبة للوعد ما فيه نقاش، ننتظر من أبو صالح وننتظر من الشيوخ تحديد موعد. وأنا حقيقة أستاذن وعنده خبر أبو صالح أني مرتبط في مناسبة ثانية، وإن شاء الله نراكم على خير. السلام عليكم. بيض الله وجهك. شكرا للشيخ سفر أبو نواف، ويستاهلون قبيلة حرب العزيمة، وإن شاء الله أن يعطونا موعد. قصيدة الحبية، لو نجلس من الحين لنهاية الحفل ونرحب يمكن ما نوفيكم حقكم، وأنتم تستاهلون قدركم غالي والله. قصيدة الحبية لشاعر من شعراء قبيلة هذيل ورمز من رموزها وشاعر من شعرائها. رحبوا معي بالشاعر حمود بن عبيد الله المطرفي الهذلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالضيوف الكرام ويا هلا يا مرحبا. عطينا ما عطوه جدودنا في يسر ولا كرب، شيوخا ما تحسب للحياة وكل ما فيها، لهم درب على الطاولة ولا والله يضيع الدرب مدام ارواحنا حية وفي تدبير واليها، لهم درب على الطاولة ولا والله يضيع الدرب مدام ارواحنا حية وفي تدبير واليها. وانا فالما قفلي ملتزم بالشرق ولا غرب، وقفت طيبين الروس ما ضاعت هقاويها. ألا يا رب جمل ما قفي بين العرب، يا رب ليجا تلزوم وشاشني صوت داعيها. هلا يا مرحبا ترحيب وافي فالمكان الذرب، تراحيب الوفا بضيوفنا والله يحييها. تراحيب من الهذلان سادات الوغى والحرب، هل الجزلات والطالات والوقفات تحميها. هلا يا مرحبا مليون في مليون جمع ضرب، وفا منا وتقدير وغلا من روس اهاليها. هلا يا مرحبا حياكم الله يا قبيلة حرب، يا روس مجدها في حاضر الدنيا وماضيها. هلا يا مرحبا حياكم الله يا قبيلة حرب، يا روس مجدها في حاضر الدنيا وماضيها. لفيتونا وكل خاطره شرح وطليق وطرب، ومجي الطيبين أحلى من الدنيا وحاليها. صحيح ان النشامة شوفها اطيب من طعام وشرب، رجال بالعلوم الطيبة تذكر بساميها. وبن صالح محمد للوفا يكرب حزام كرب، بن عم ينومس والوجوب يعيش راعيها. ابن صالح رويجح راعي الشعر الجزيل الدرب، طليق الوجه وقصور الفخر عامر مبانيها. يا حرب وبيننا وصل ومواصيل ووجوب وقرب، على عز ومعزة فول الدنيا وتاليها. وترانا ربع واخوان ولا والله فينا غرب، على نهج الرجال اللي دروب الخير تمشيها. وعلى ظهر البسيطة كل بونا ساس وصلوا عرب، عرب حية ولا والله تفرط في مباديها. لنا العزة ودين ما تمه قابه، يهود وصرب عباد مسلمين وخاب والله من يعاديها. ولو تدور الدواير بالدهر والوضع شان وخرب، على السنة بقينا والبرية في يد باريها. سلامتكم. صح لسانك الشاعر حمود بن عبيد الله المطرفي الهذلي. نرحب بالشيخ مشعل بن مقبول الجازي الثبيتي العتيبي، مرحبا ومسهلا، شرفنا قبل دقائق اثناء كلمه الشيخ سفر. نرحب فيكم ضيوفنا، الله يحييكم. كلمه للضيوف في قصيده شعريه للشاعر محمد بن جود الله النجيبي. أنجبي، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميع. نشكر الشاعر محمد بن صالح بن رويجح وربعه وعيال عمه على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وهذا ما هو بغريب عليهم. أقول أبدأ بذكر الله علام الأسرار، خير الذكر ذكره وخير الكلام، المنفرد ملكه على كل الأقطار، الواحد المعبود رب الأنام. وسلام للداعي معزه ومقدار، وبالرويجح له مكان ومقامي،
وربعه ذيل الطيب حماية الجار سكم العدو دخيلهم ما يضامي باسمي واسم ربعي طويلين الأعمار ربعي عزوتي درع جنبي حزامي عزوة أبو زرعه من نسل الأحرار ذخر جبي والقصر شام خسامي ويا هاجسي سطر جزيلات الأشعار اللي تجملني مع أهل المقامي أسبح بحور الشعر من ذره أختار ومن الجمل ما خدت غير السلامي وأطوع لي شاردات من الأفكار وقودها قود الجمل بالخطامي وعد الروى وردي وأنا منه صدار صدار يوم لا أشعط شان ضامي وختامها صلوا على سيد الأخيار شفيعنا يوم الحشر والزحامي سلامتكم سالم وغانم صح لسانك يا محمد وبيض الله وجهك وله غريب مرحبا الله يحييكم الكل والجميع نرحب بضيوفنا الكرام الشيخ عبد الرحمن الحجيري الحربي الشيخ ابو مازن الشيخ العمده خضر البلادي الله يحييهم جميعا يا مرحبا ترحب المطر الشيخ ابو عبد العزيز الشيخ عبد الله الثوري مرحبا الله يحييكم مرحبا نعم مرحبا ومسهلا بالكل والجميع الله يحييكم رحب الشاعر محمد وحنا نزيد الترحيب ترحيب الله يحيي الكل والجميع مرحبا قصيدة شعرية للشاعر عطية الله ابن محمد البشري فأهلا وسهلا به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسم قبيلة حرب الحاضرة والغايب منهم زدنا شرف بحضورنا عند قبيلة عريقة قبيلة ذيل وإن شاء الله التواصل بيننا مستمر بإذن الله صلوا على محمد يا بنات الفكر جود بالحروف من غزير الجم والعذب القراح هاتنا الصافي وندر في الوصوف بات خيرهم ولبسهم وشاح قدمنا رجال لهم سمع وشوف يعرفون السالمة من الهزل النطاح ويا سلام الله سلام بالألوف ردة تبدي كما فجر الصباح عد ما في البيت حجاج طوف عد ما نادى المؤذن للفلاح من قلب من القلوب اللي مشاعرها ونوف تالف الطيب ابو قلب صحاح جيت للمحفل وفا ما تعذرني ظروف ثابت الخطوه وفي القلب انشراح يا هذيل العز يا هذيل العز ما فيكم ضعوف مجدكم يشهد بناصعة الوضاح لا دع اللازم تواليتوا صفوف محتمين الدار بسنان الرماح في مزاياكم كتب مليار رفوف والصخر منقوش ثابت ما يزاح لا دع اللازم تواليتوا صفوف محتمين الدار بسنان الرماح في مزاياكم كتب مليار رفوف والصخر منقوش ثابت ما يزاح ما يزيد الحر ما يزيد الحر صفقات الكفوف ولا يضيق انقل في حقه مداح باسم حرب باسم الحرب باسم حرب القول بالصوت الهداف تاج راسي كنز مضمون الرباح حرب ماضيها لها العالم وقوف وحاضر الأيام مشرق بالنجاح باسم حرب القول بالصوت الهتوف تاج راسي كنز مضمون الرباح
حرب ماضيها لها العالم وقوف وحاضر الأيام مشرق بالنجاح راسي البادي معزز بالكتوف محتميها العرف والعلم النصاح والعلم الصحاح بشر ربعي بشر ربعي وكل حر له وصوف بشر ربعي وكل حر له وصوف للعلا طلام مردوف الجناح وبن حمادي شيخ وبيوته ريوف مكرم الضيفان في وقت الشحاح بن حمادي شيخ وبيوته ريوف مكرم الضيفان في وقت الشحاح الخلف ماجود والبيت معروف من حداها الوقت سده ما يباع والوفا والطيب في كل الضيوف الصحايف زاخرة بعلوم الفلاح يا ديار العز ما يلحق خوف نسقي العدوان من سم دحاح محتمين الدار بحداد السيوف ولا الصديق العون لا نادى وصاح دام سلمانك على العليا شغوف ابشري يا دار يخضر البراح ودام ابو سلمان للصعبة عزوف ما زعزعنا لجاجيج النباح ودام ابو سلمان للصعبة عزوف ما زعزعنا لجاجيج النباح سلامتكم صح لسانك وعتل شانك والله يبيض وجهك والله يحييك انت قبيله قبيله حرب مرحبا ومسهلا الله يحيي الكل والجميع قصيده شعريه لشاعر من شعراء قبيله هذي رمز من رموزها وعلم من اعلامها نرحب باسمكم جميعا بالشاعر عويد ابن محمد المطرفي بعيد الهقاوي فاهلا وسهلا به. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميع. الله يحييكم ترحيب المطر. قبيله حرب وجميع القبائل الحاضرين. حرب قبيله عريقه والله مهما نمدحهم ومهما نقول فيهم ما نوفيهم حقوقهم. وما دحم التاريخ قبلنا أنا زاملتهم ورافقتهم ونعم الرجال من القصص الماثورة عن قبيلة حرب من وفاهم ومن طيبهم يقولون فيه عنزي أصيب تبله بالجرب والجرب هاك الحين عند البدو مرض خطير فقالوا له ربعه ابعد عنا كل ما راح القبيله قالوا ابعد عنا فكنا من شرك بس. الين دخل ديره حرب. يوم دخل عندهم الظاهر عند قوم الشيخ الفرم. قال الله يحييك ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا. يقولون قعد عندهم 4 سنين ابله ترد على العد وهم يقهرون ما يردون الا بعدد. بعد 4 سنين طابت ابله يقولون سبحان الله حتى ابل حرب ما جاها شيء سلمت ما جاها شيء فبعد 4 سنين قال انا استاذنا بروح الربع قال والله يسهل امرك يقولون يوم انه جاء عند ربعه وهو يبكي قالوا انت ايش فيك تبكي؟ قال ابكي والله على حرب قال تبكي على القوم لانهم القبائل بينهم حروب وبينهم معاه عاد يقول قالوا علامك يوم تبكي على حرب تبكي على عدوان ما ينبكوني قلت ابكى ما هو على البعد والقرب ابكي عليهم عقب ما قاصروني 4 سنين وكل مرحول ناجرب مومو عليها بالعصا يطردوني عن دربنا يا ليت ما جالهم درب ولا هلت العبره عليهم عيوني يعنك ما هم منها للهزب والزرب ولا هم الغره جارهم ينظرون القصيده طويله ومشهوره ومن القصص الماثورة عن قبائل حرب في حق الخوي نويشي نويشي قصته معروفة يقولون ذبح دخيله وذبح 6 والسابع قطع يده بعد يقول الشاعر يقول له واهني نويشي اللي قضى الدين وجهه مثل نص الشهر من قمرها عقب 4 و2 يسلم من الشين غير اليمين اللي نويشي كسرها والله قصص حرب ومآثر حرب وتاريخ حرب عريق
ومهما نقول ما نوفيهم حقهم. وأنا والله ما حضرت قصيدة ولا لو دريت عن الموقف، والله أنكم تستاهلون أجمل القصايد وأجزلها يا حظ. والله يحييكم عند من حياك. صح لسانك وصح نقضك بعيد الهقاوي شاعر عويد المطرفي. أيها الحفل الكريم، كلمة لشيخ من مشايخ قبيلة عتيبة، سعدنا بحضوره في هذا المساء الشيخ مشعل الجازي الثبيتي، فأهلا وسهلا به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتنزل الخيرات والبركات، وبفضله ومنه وجوده تمحى السيئات، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الممات. أما بعد، أصحاب السعادة والفضيلة، شيوخ القبائل، رجال الفكر والأدب، رجال الأعمال، رجال الوطن رعاهم الله، الرجال جميعاً كل بصفته الشخصية ولقبه، أحييكم بتحايا الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه ليطيب اللقاء ويزداد الوفاء في هذا المساء، كيف لا ونحن نجتمع عند رمز من رموز هذا الوطن المعطاء، الشيخ محمد بن صالح بن رويجح المطرفي الهذلي، ابن الشاعر الكبير دكتور الحدى، دكتور المراجل، راعي العلوم الطيبة مع جيرانه وقصراه ومع قبيلته، الشاعر صالح بن رويجح. هذا الرجل الذي جمع بالكرم والرجولة، وكان له مآثر طيبة بين قبيلة أثبتة خاصة وقبيلة عتيبة، فكان صديقا لأبناء عمومتي، منهم الشاعر مطلق ابن حميد الثبيتي رحمة الله عليه. قبيلة حرب، وما أدراك ما حرب؟ حرب الوفاء، حرب الكرم، حرب المراجل، حرب الذي إذا قلنا مهما قلنا لم نوفي حقهم، فهم أهل المكارم وأهل الوفاء. كنت في الأسبوع الماضي في ضيافة الشيخ عبد الله بن فراج المعبدي الحربي، هذا الرجل راعي المكارم الطيبة وراعي الوفاء، هو وجماعته قبيلة حرب أهل الوفاء والكرم. وها نحن نجتمع عند قبيلة منهم الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أحفاد لعبد الله بن مسعود، قبيلة هذيل، القبيلة العريقة الضاربة جذورها في عمق التاريخ بالوفاء وبالكرم وبالمراجل، لا نوفي حقهم مهما قلنا. ويقول الشاعر: ألكف من طيب راسه سمعته وهاجة، والعلوم الغانمة صوبة تجي متجهة، من كثر جمايله في العالم المحتاجة أصبح اسمه في المجالس بيض الله وجهه. بيض الله وجه محمد بن رويجح، وبيض الله وجه جماعته، وبيض الله وجه هذيل كافة، وبيض الله وجه الحاضرين كلهم، كل الضيوف بدون قاصر عن أحد. أحييهم وأرحب بهم، و مهما أقول لا أوفي حقهم، فخير الكلام ما قل ودل. الله يحييكم. ولا أنسى إعلامي هذيل الإعلامي الذي اشتهر بالمكارم وبالرجولة، الأستاذ السويهري سعد بن سليمان بن رداد، راعي الكرم وراعي الوفاء والأمجاد العالية. أعزمكم عزيمة باسم قبيلتي، قبيلة أثبتة، وأرجو تحديد الموعد من قبل مشايخ حرب ومن قبل الضيوف كافة، موعد قريب
ويقول المثل المفلوتة تروح، حنا نباها تعقلونها وثبتون الموعد الليلة، ما بطال عمرك بكرة ولا بعد، ثبتون الموعد الليلة مع مشايخ حرب ومع الوجيهة الطيبة كلكم، وكل رجال حضر الليلة له وجوب عندنا باسمه ثبته، والله يحييه ذيل وحرب والضيوف كلهم، ورحب بهم وأرجو تحديد الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للشيخ مشعل الجازي الثبيتي، وبيض الله وجهك. أيها الحفل الكريم، ننوع بين كلمة وقصيدة حتى نستطيع أن نجعل الجو أكثر رحابة وأكثر تنويعاً. قصيدة شعرية لشاب من شباب قبيلة المطارفة وقبيلة هذي. نرحب بالشاعر سيف ابن الشيخ والعلم والرمز سعدي ابن طيب المطرفي الهذلي، فأهلا وسهلا به في هذه المشاركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله مساكم جميعا ومرحبا، الله يحييكم عند من حياه. يقول الشعر دوب جاله مع الافكار دور، عقب ما صفيت بالي وتفكيري هدى، والقصيد ان كان ما هو من احساس وشعور، كل مجهود علشان يروح سدى، ولا يضيع الشاعر الا من اسبابه الغرور، لا بدا منها التعالي على غيره غدا، شاعر ما هم هل التواجد والظهور، شاعر همه نوم سعزاته، لا بدا بعدها في واجب الكفو، ماني بمعذور والله اني لنظم الشعر واطرب وحدا، مرحبا ترحيب وافي بعيد عن القصور، عند من كرم ضيوفه وبالواجب بدا، بالحروبة للفعايل طويلين الشبور، عزوة تنفل ما قفرسا من جباله الهدى، مجدهم لو جيت بسرد ما تكفيها اسطور، ذكرهم والعز مثل الخبر والمبتدا، مرحبا وحضوركم زاد فوق النور نور، يا معاوين الرفاقة من الزحتة العدا، قالها رع المواجيب بالصوت الجهور، أبلجم قالها رع المواجيب بالصوت الجهور، من وفاه طيب راسه ترحيبه صدى، ابن برويجح جيد الساس والفعل مخبور، أبلجم فالطيب والجود ما معها معدا، ذخر عود دور ربعكم السيف البتور، ولا توخر عنهم اللي يسمع منهم ندى، شيخ عرفه شاعر غاص في السبعة البحور، من دكاترة المراجل ما هو بس الحدا، هذليا عزوة في الشدايد ما تبور، ولا ذكر فيهم ضعيفا ولا راعي ردا، من قديمات الليالي ومن ما ضل عصورك وما في السلم، ويا بدا الحرب عقده وسلامتك، اعذرونا بالقصور. صح لسانك سيف ابن سعدي المطرفي الهذلي. قصيدة شعرية ومشاركة لضيوفنا في هذا المساء قبيلة حرب مع الشاعر عاطي بن راشد المعبدي صقر المعبيد، مرحبا ومسأل الله يحييه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا، باسم مشايخ حرب الحاضرين وربعي حرب كافة، نمسي بالخير على معازيبنا الكرام ونشكرهم على كرم الضيافة حفاوة الاستقبال، وله غريب الطيب من هذي، واخونا وخوينا وصديقنا الغالي الشاعر محمد ابن صالح ابن رويجح المطرفي الهذلي، وقبل المشاركة هذه أبيات مهداة من شيخ من شيوخ حرب الشيخ عبد الله بن خلف الثوري الحربي، مهداة لصديقه الصداقة اللي استمرت 30 سنة ما بين الشيخ عبد الله ابن خلف الثوري الحربي والشيخ
صالح بن رويجح المطرفي الهذلي. يقول اللي يحفظ الود ويصونه عبد الله الثوري الوفي تعرفونه شيخ ومروس حرب وربعه امتونه اليا وقف باسم حرب العز جماله اليا سلام لصاحب اللي كلنا نوده أبر ويجح صالح كلني عده شاعر قبيله وفعل شاهد وماده المطرف جمله ذيل ويمثله المطرف جمله ذيل والخوة اللي على الطالة نعززها والشيخ ابو مازن الطالة يحرزها والشيخ ابو خالد الوقفة ينجزها هذاك يبدا بها وهذاك يعقله هذاك يبدا بها وهذاك ولو دارت ايامنا وليالها دارت ما نترك اصحابنا واقدامنا سارت لديارهم بالوفا والعز ما حارت يستاهل الوافي يا رجال يبذله يستاهل الوافي يا رجال أقول حدد مس الجمعة وحثينا الركاب على الوعد حدد مس الجمعة وحثينا الركاب على الوعد ما دونه نقدم عذر واجب لزوم نكمل وقفت مثل عزوتي حرب الدول مجدنا يعد شيوخ وعيانة تشرب باسمهم ويحق لي حدد مس الجمعة وحثنا الركاب على الوعد ما دونه نقدم عذر واجب لزوم نكمل وقفت مثل عزوتي حرب الدول مجدنا يعد شيوخ وعيان اتشرف باسمهم ويحق لي ما جابنا غير الوفا لأهل الوفا قبل وبعد صديقنا يلقى الوفا والطيب والعلم الملي سلام تسليم الوفا ويسابقه برقه ورعد وسط السماء كل يشوفه لا لمعماله حليا صاهدين اهل الوفا والطيب وافينا العهد من روس حربه من روس حربه وبالتحيه والمعزه مرسلي يهذيل اهل مجد مخلد بيت شامخ بالعمد ماضي وحاضر فعلهم مشهود واسم معتلي أنصار دين الله وأصحاب النبي وبشهد خير الورى لأصحابه وفيها الرواية تنقل يا أهل الحماية والعزاوي بالعتاد وبالعدد كله ذليين بالوفا والعرف دايم ممتلي أهل الحماية والعزاوي بالعتاد وبالعدد أهل الحماية والعزاوي بالعتاد وبالعدد كله ذليين بالوفا والعرف دايم ممتلي ومجينا للشيخ راعى ولاة المعتمد بن رويجح صالح اللي كل همك ينجلي يا نصيته ما ذخر من مال ولا من جهد حيوه دكتور الحدان أشهد بها في المحفل ومجينا للشيخ راعى ولاة المعتمد ابن رويجح صالح اللي كل همك ينجلي يا نصيته ما ذخر من مال ولا من جهد حيوه دكتور الحدا نشهد بها في المحفل
الشعر ومع القبايل عز وحزام وسند ووقفات تخلد ولا يستغرب الطيبة اهذلي ومحمد في مناه دام الشبل منها قال سد ومحمد في مناه دام الشبل منها قال سد شعر وكرم عرف وداوى الطيب به متسلسل خوي جنبه عدد فالأوله دايم فعله مثل نارنا تسطلي والطيب من هاج العرب والعود والرث الولد رع الوفا يلقى الوفا والله على خلقه ولي رع الوفا يلقى الوفا والله على خلقه ولي وسلامتكم جميعا صح لسانك صقر العبيد على هذه القصيدة وعلى هذا اللحن والصوت الجميل الله يبيض وجهك ويعطيك الصحة والعافية. مرحبا ومسهلا بالكل والجميع الله يحييكم. مرحبا يا ضيوفنا شرفتونا بهذا المساء. قصيدة شعرية لشاعر من شعراء قبيلة المطارفة من هذيل. نرحب بالشاعر والرمز صلاح ابن وارد المطرفي الهذلي فأهلا وسهلا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير الكل والجميع وكل باسمه. طبعا عيال عمي تقدموا بالترحيب لأني حرب يعرفون قدرهم عندي. حرب مهما رحبت بهم أشوف قصايدي قليل في حقهم حقيقة. وكل المجلس اللي حضر من حرب يعرفوني ويعرفهم. وعمره الصداقة أكثر من 35 سنة ولله الحمد على المعزة. الله يشرف مقداركم جميعا. طبعا أبا أسمعكم حداية بيني وبين أحد رموز قبيلة حرب الشاعر سامر ابن مشخص البلادي الحربي من رابغ. دعاني كذا مرة دعوة محبة الرابغ وما الله كتب وارسل لي حداية عتب ورديت عليه فبسمعكم البدء والرد. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 الأول السلام ردية وفاء في المبتدا ردية مثل القمر نص الشهر لا من بدا لأصحابنا واللي راسنا في وسط المنتدى مني نيابة عن قباي الحرب ومن العايدين والثاني لي صاحب لو يطلب عيوني فدا العام ناديت ولكن ما سمعت الا الصدا واليوم انا بكتب حروفي من بعد طال المدى يمكن تريح قلبي الولهان مع طول السنين أبطيت عنه له الحق وهذا ردي عليه فالأول يا مرحبا عدد قطرة الندى فالأول يا مرحبا عدد قطرة الندى
ترحيب باسم ذيل من خلال يا ظل على داء لقصى حدود الديرة اللي ما تهم قاها العدا من دونها ربعي ذيل اللي تغل كل دين ما عليكم زود والثانية يشهد لنا الله والخلايق تشهد إننا نلبي دعوة الداعين لاجان النداء والطيب فالانساب يا الانساب ما يذهب سدا لكن ريح قلبك الولهان حنا مقبلين عز الله قبلنا عليه واخذنا واجبنا وجانا واخذ واجبه وسلامة الجميع وحياكم الله ومهما نرحب بالقصايد ولا بالنثر الكلام ما نوفيكم حقكم يا حرب الله يحييكم يا مرحبا صح لسانك الشاعر صلاح بن وارد المطرفي أيها الحفل الكريم مشاركة شعرية أيضا لشاعر من شعراء قبيلة المطارفة نرحب باسمكم جميعا بالشاعر خالد بن عبيد الله المطرفي الهذلي رعى الأول الله يحييه الله يمسيكم بالنور والله يحييكم عند من حيابكم أول شيء والله أن القصيدة إنكم كل قبيلة حضرت تشتاق القصيدة الحالة ومحمد الله ما علمني لم يتأخر وبغيت أعتذر ولا الماقب ما له عذر هجوز شعري كانها نوض براق وبيات شعري مثل وبلة السحابة ترعد وتبرق شوق بصدر مشتاق يفرح الرعاده وبرقنا سراب واخذت من شرد الهواجيس ملاك شعر يجم شاعرنا يندعى بهم بسطنا به رفعينا الاذواق ولا هجرت الشعر وصك بابها ولا طرقت غير من باب الاحقاق والحق حق ولا في قولها غرابه بعدنا خاني صاحبي دم الاخلاق محمد رويجة عزيزنا جنابه ما لي عذر دونه ولا نثني الساقي بشربنا في سلم ولا احرابه يا مرحبا في حلة تشرق اشراق شمس النهار ونورها لمهابه انا ولد عمي على الطيب سباق دايم على الوقفات يحسب حسابك ابوك الطيب انا ولد عمي على الطيب سباق دايم على الوقفات يحسب احساب رجل مهم وللجزيلات عشاق راع الوفا والجود كلنا درابه ما حط له من دون الاصحاب مدراك سيف صقيل وعز حده انصابه لنظره تطوي على بعدها افاق ضاري على الفزعه من اول شبابه واهل الوفا ما عندهم كذب وانفاق على النقا والطيب فيهم تشابه والمدح فيهم طوع بالشعر ينساق حتى القلم يفرح بنسخ الكتابة وسلامته صح لسانك رعى الأول الشاعر خالد بن عبيد الله المطرفي قصيدة شعرية للشاعر أحمد بن فرج المعبدي فأهلا وسهلا به مساكم الله بالخير جميعا يقول سلام يا قوم الوفا والطيب والكف الندي يا اهل الكرم والعز والنوماس والمد الجزيل باسم الحروب اهل الوفا بالطيب دايم نبتدي حرب الدول والصف واحد كلنا ما فيها ميل نصابها قوم على الطالات ما فيهم ردي مطارفه نعمل اسم والاسم واحد من هذيك يستاهلون اما المشاركه يقول فيها
سلام يا من هو على العز مبناها شيخ المواقف والعلوم الجزيلة اللي دعانا بالوعد ما نسينا لو كان صدار حنا نجيله أبر ويجح قوله وأنم تزهر راع المكارم والوفا والجميلة من دون رجل الرقاب العز راس الطويلة ربعه رجال الفعل يوم الملاقى أهل القنا وأهل السيوف الصقيلة درع الحجاز اللي بين العرب ولا الفعول المهيلة قلت وانا من حرب والقول ما بدا وعليكم زود طيب النباس مع الرجال الأصيلة حرب الدوار ربعي رجال مسمى عون الرفيق خصمهم عزتي له أفعالهم تذكر ولا هي مباها بين العرب تذكر ولا هي قليلة واختام صلوا على من تبعنا صلوا على راع الصفات النبيلة سلامتكم نرحب بالشاعر عطية الله البشري عنده مشاركة الله يحييه مرحبا السلام عليكم والله انا اعرف ان البرنامج مزحوم عند الاخوان لكن في هذا المجلس رجل له جميله علي ومن واجبي اني انا اثني واذكره بالاسم محمد حقيقه قصيده ما توفي حقه الا هو الشيخ عبد الرحمن الحجيري ابو نايف راعي جميله بس مشغول مع واحد اسمع اسمع يا ابو نايف يا ابو نايف انا عطية الله بن علي البشري ابو هتان انت لك طيب علي وانا والله ما اعرفك الا ذكرك الطيب ولا اعرف شكل اليوم قابلتك اليوم فطيبك على راسي ولد عمي وانا لازم افتخر فيك قدام هذا القبائل وانت فخر لروح قبيلة حرب عز الله انك يا ابن عمي تجملت ولخلفت ظني فيك يا عصابة الراس أوفيت يا راع المكامر وكملت ما هي غريبة منك يا صفوة الناس نهج الحجيلي من فعوله تعلمت معنى الوفا لا سار ميقاف حساس هذاك أبو نايف اللي أجيت وقبلت هذاك أبو نايف اللي أجيت وقبلت يقضي لزومك شيخ قنن وقياس سلامتكم يستاهل ابو نايف يستاهل صح لسانك ويستاهل ابو نايف ابو نايف معروف بيض الله وجهكم هذا من الكرم والوفاء والعلم الطيب بين القبائل ابو نايف يستاهل ما يغلب يستاهل ابو نايف يستاهل وبيض الله وجهكم جميع وبيض الله وجه الشاعر عطيت الله اللي ذكر معروفه وما نساه وبيض الله وجهه نرحب
بجميع القبائل، ونرحب بالشاعر فلاح المخلص اليامي. شرفنا الليلة في هذه المناسبة، وشاعر مميز ومعروف، وأرحب فيه في هذه المشاركة مرحبا ومسهلا بالشاعر فلاح المخلص اليامي. حياك الله، مرحبا ومسهلا. السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير. تشرفت بدعوة من أخوي محمد بن صالح بن رويجح، ولكن ما طلبت مني مشاركة، ولا ودي أني مجهز شيء يليق بالمحتفى بهم ويليق بالله، ولكن حاولت أني أكتب بيتين. يا سلام الله على أهل الحلة ومن جاها للبيوت أبواب وسلوم القبايل طارق، دعوة ابن رويجح محمد على مبداها، شارقة والنور في كل الأماكن شارقة، صلب من يفحص بيوته ويعرف معناها، صالح بن رويجح بيوته رصاص حارقة، صلب من يفحص بيوته ويعرف معناها، صلاح بن رويجح بيوته رصاص حارق. مرحبا يا حرب، يا حرب الدول واسماها، فارق والمجد في شبه الجزيرة فارق، التواريخ القديمة كلنا نقراها، مجدكم يا حرب يقرن بالرعد والبارق. وسلامتكم. طبعا بعطيكم قصيدة وطنية، وصح بدنك وتستاهلون، الكلام في أهله يرفع الرأس ويطلق لسان الشاعر، ولا بعض القبائل لا قلنا السلام عليكم تعبنا بعد تلكلكنا فيها، لكن أنتم ساعدتونا بتاريخكم، بيض الله وجيهكم، لا أنتم ولا أهل الحلة. تضارس الجرد العتاق ويرتفع ذكر العزيز، وتكلح النيبان وتكود الهمم حم الذرة، وانفك للمضمار باب وقلطة تكبهم فزيز، واعتزوا الفرسان وعيون الشب الحجة ترى، تلافحت بكعوبها حمر انتهاب من اللزيز، واستفردت صفرا تقود الخيل لا رد البرا، خيالها يضرب حافرها على خد الجريز، النهج واضح والحروف الغر تعجز منقرة نهج، شعار شامخ بين العرب والانجليز، انا سعودي مركزي قدام معود ورا، نهج شعار شامخ بين العرب والانجليز، انا سعودي مركزي قدام معود ورا، سيفي لهب ورضي ذهب وحبال هقواتي مزيز، متسلطن نصوك صميد عراس من دون الثرى، هذا الثرى أطهر ثرى، هذا وطن عبد العزيز، هذا الوطن دونه زحازيح ومشايخ ومرى، جند لسلمان الحزم والعهد في حرز حريز، السوق غالي والحتوف تحوف من باع وشرى، انذود دون الدار والحاقد يجيز أو لا يجيز، ونبيع الأرواح العظيمة دون عزة وقصرى، نكسل بيارق للعداء ولا بيارقنا رزيز، رقابنا وسيوفنا من دونها كل وذرى، وانحزت ولزت وشق الصف واعتز العزيز، ملوكنا قدامنا في الموت والعز خشارة، وانحزت ولزت وشق الصف واعتز العزيز، ملوكنا قدامنا في الموت والعز خشارة، قادوا مسيرتنا وحث الركب في وقت وجيز، وتوجهت الأقلام وعيون البشر لم القرى، مذهولة من شعب متوحد وعقل فيه ميز، شريعة غرى نهج والكل مسؤول، شورى يبقى شداد شداد يا ركابته، والعز عايز والسعود أهل الشداد وخصمهم يحذف وراء. سلام. صح لسانك الشاعر فلاح المخلص اليامي، بيض الله وجهك، ولا غرابة هذا الإبداع والتميز.
أيها الأحبة، كلمة لشيخ من مشايخ قبيلة بني عمير من هذيل. نرحب بالشيخ عبيد العميري الهذلي، فأهلا وسهلا به. السلام عليكم ورحمة الله. أخونا الشيخ صالح بن رويجح المطرفي اللاله أستاذنا في عزيمتكم يا حرب، وأنتم لكم على كل واحد من هذيل واجب، ولكن لابد من وعد تعطوني إياه أنا يا العميري من في وادي بن عمير في القوبعية مسماه، ولازم تعطوني وعد. وتراني ما جيت عند بن رويجح اتعشى، جاي اعزمكم اعزم ضيوفي. والله وانا اتشرف بربعي المطارفه تاج راسي ونعم. فانتم لازم تعطوني وعد، انا ما جيت اتعشى. واميركم وشيخكم ابن حمادي صديق لي انا الله يرحم عبد المجيد صديقي واعرفه، عرف جيل تدهوا عندي اعطوني وعد، ما ان شاء الله انكم توعدون تعطون الوعد هذا الرجل. بيض الله وجهك واوفيت وما قصرت، ومحلكم واحد والنعم في هذيل كافه، واوفيتوا وبيض الله وجيهكم. يا مرحبا وسهلا، الله يحيي الكل والجميع. أيها الأحبة، حفلنا الكريم مشاركة شعرية للشاعر مقبل المعبدي الحربي، فأهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير الجميع. أولا الله يبيض وجيهكم يا هذيل عامة على الاستقبال والحفاوة اللي ما هو غريب عليكم، وخاصة بن رويجح وأبناء عمومه. والله ما حضرت قصيدة بالمناسبة، وأنتم والله تستاهلون، لكن الربع كفوا. رطب القلوب شوي. بيتين اسمحوا لي فيها، يقول: لحطني الموقف الغصاب قد ما الرجال، أقلط على الكايدة والعزم بالله قوي، ماني مضري عزومي فوق جرف الهيال، لا والله إلا من العدة القراح أرتوي شاعر، ومن عزوة تهتز منها الجبال على الاعداء، رماح مثل نجوم تهوي حرب الدول بين خلق الله، مضرب مثال مدلهين الغريب ومحتمين الخوي. ما عليكم زود. المشاركة يقول شيله شيله يا ابو فيصل الله يهينك. طيب ابشر. قايتي يا ربع شوفي للنشام الحية، ينشرح بالي ليام شفتهم قدامي، كل رجال على ربع ظلال وفية، ودكنا الشيخ ربعك في المحل السامي، أغلي الطيب لي شفته وأسوي زيها، خوة الطيب شرف من سابق الأعوامي، وتحاشى خوة الجاهل وخوها العيه، ما يخاويني ولا يمكن يصير حزامي، الخبل ما فيه لا رحمه ولا ماويه، وشفيد إن كان حظه طايح مقامي، التزم بالدين والمنهج وحسن النية، التزم الدين رفعت منهج الإسلامي، السعيد اللي حياته بالوفا مبنية، با
بشر بالخير والطيب مدى الأيامي والختام أطلبك يا ربي وامد يديها أطلب الله فالختام يكون حسن ختامي. سمير وسلامتك. بيض الله وجهك وصح لسانك الشاعر مقبل العبدي. أيها الأحبة حفلنا الكريم مشاركة للشيخ مترك الدهاسي العتيبي فأهلا وسهلا به. الله يمسيكم بالخير جميعا ويسلم معزبنا اللي جمعنا وجمع الهوات الغانمة لا من ضيوف حرب ولا القبائل الثانية. والله انها سعد الليالي يوم شفناكم وسلمنا على ومحمد ما هو غريب على هالطيب راعي طيب ومن يوم عرفناه وهو طال عمرك علومه كلها طيب. الله يسلمه ويحفظ ربعه هذيل واخوي مشعل ما قصر جاب كلمه عن عتيبه بس عاد محمد الله يسلمه يا بنات نتكلم يا بنات الله الله ونقول الله يجمعكم على العلم الطيب ويعز حكومتنا واللي طلع مكاننا في ظلها والحمد لله رب العالمين ولنا لعزمكم الضيوف والمعازيم واللي حضر عند رابعكم عتابة لها جدة وحنا يا هالجدة ما نضيف غير بحوت ما إيه ما عندنا غير الله الله حنا هالساحل وطالبينكم طلبة لا ضيوف ولا المعازيم ولا حضور لنا نياقب بهالساحل عند كبري عم وحنا بدو نبالنا شيء طال عمرك خفيف ونباكم يتشرفونا ولا نعذر أحد مرة وعلموا سلامتكم مشكور يا محمد ومشكور إعلامينا الرجل اللي طال عمرك دائما أيده وسميه طال عمرك وزير الإعلام ما يحتاج وفمان الله طال. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشايخ ذيل أسعد الله مساكم إعلاميهم شعارهم تشرفنا بالحضور وشكرا لكم على حسن الاستقبال والحقيقة تقدم الشيخ مشعل عزم حرب ونقول الله يبيض وجهك ولا قصرت أديت العزومة وحنا نعتذر منه لعدم وتقدم رفيقه وعزم وحنا نقول كان بنجي اللي سابق عزومته لمشعل وما دام انتم مقام الساحل حنا هناك انتم بعيد علينا شوي لا بس حنا نبغى هنا اللي هنا البدو اللي زينا اللي هنا ايوه اللي هنا لكن ان شاء الله باذن الله ان لا بد يجي اليوم والمناسبه اللي نجي فيه ولا نجي عند الشيخ مشعل ونشرفه طال عمرك محمد هو سفير عنده باذن الله باذن الله الله يا هلا وعزومه العميري نقول بيض الله وجهه ذكر الشيخ ابن حماد وعسى الله يغفر له وتجاوز عنه في هذه الليله الشيخ عبيد والعبيد عزم ووفى وكفى ونقول بيض الله وجهك وانا اقولها نيابه عني ونيابه عن حرب الحاضرين والغايبين عليكم عزومه انتم يا من حضر كلكم عليكم عزومه يا من حضر حرب شرفوكم وجو يا هذيل وانتم باذن الله انكم تشرفون وتعرفون الوقت اللي الحقيقه انتم تشوفونه مكن لكم انتم ومن حضر اقول حياك الله انت وربعك حياك الله انت وربعك اقول حياك الله انت وربعك عندكم كلكم يا محمد يقول لا اله الا الله انا حضرت عندكم كلكم يا حبيبي واقول بيض الله وجهكم يا من عزم وما قصرتوا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبيبي يا ابو مازن والشيخ مترك والحضور العزيمة قدر ومحبة وعلم طيب ما جينا ندور لكن والعلوم الطيبة كلها كاسبينها وأما مترك شيخ من شيوخ اعتابه ولا خادم له
وابو مازن بيض الله وجهه الشيخ من شيوخ حرب وتستاهلوا للحوات الغرمه كلكم والقدر والعلم الطيب في الصدر وكل رجل عتيبي يتشرف بكم ويعتز بكم لا حرب ولا هذيل ولا يام ولا الحوات الغرمه الحاضرين كلكم سلام يا مرحبا ومسهلا الله يحيي الكل والجميع مرحبا ومسهلا بقبيله الوطن الواحد الله يحييكم مرحبا ومسهلا قصيده شعريه للشاعر بندر البشري الحربي فاهلا وسهلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اول حال وقال بيض الله وجهك يا محمد كان تسمعني وجهك على الحفاوه حسن الاستقبال انت وربعك يستاهلونها ويسمحون لحرب الحاضرين والغايبين عاطية بن راشد ما هو صقر معبد صقر حرب كله وانا اقول يتغير اللقب من صقر معبد لصقر حرب والله نستاهل والله نستاهل كفو والثانية بنمدح الحبيب صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي اللي بمدحه تطيب القلوب وتطيب المجالس الليلة سبت يا الله يا اللي فوق عرشه تعلى يا الواحد المعبود عز وجل اليا ذكرتك طاري الحزن ولا سبحان من يملك قلوب العباد وسبحان من يملك قلوب يا عالم سري وجهري ونجواي أعينني في أمر ديني ودنياي واغفر لي الزلات وادمح خطاياي وثبت على درب الهداية فؤادي وثبت على درب الهداية ثم الصلوات تخص خير النبيين على النبي اللي رفع راية الدين شفيعنا في يوم نصب الموازين يوم القيامة والحشر والتنادي ويوم القيامة والحشر صلوا على النبي يقول وهني منه في الحياة اكتدابه يحشر معه والأنبياء والصحابة ويشرب من الحوض المخصص شراب شربة هنا ترويه لو كان صادي والمصطفى عنده مزايا كثيرة وله سير تنتعلو على كل سيرة تشهد لها الوديان وارض الجزيرة والضب يشهد والشجر والجمادي طيبه وأخلاقه تضوع كما المسك واليا ذكرته طاب قلبك ومجلسك تصبح بمان وخالق الخلق حارسك واقرأ في سورة نون تعرف مرادي ويا ناشدي عن سير تقوم أعلمك الله يسلمني عذابه ويسلمك قولوا أمين وافضل لما بقول لا جيت أكلمك عن سيرة المختار خير العبادي مولود في مكة سنة حادث الفيل 12 ربيع أول فصح الأقاويل صبيحة الاثنين يا فاهم القيل أصبح مرضعته ثويبة نادي وأمه تراها السيدة آمنة وهب ترثت بني زهرة كما بارق الشهب والمجد ما ياتي تجارة ولا نهب منه من الرحمن جزل الأيادي وأبوه عبد الله نسل الهواشم والمطلب جد عما كل غاشم ختم النبوة بين كتفيه واشم وسأل عن سلمان علم نكادي وقريش هم قومه ونعم القبيلة الله ذكرهم ضمن سورة جليلة أهل البيوت الشام خات الضليلة وأهل القنا والخيل وأهل الجهادي اسمه محمد يا زين اسمه صلى الله عليه وسلم اسمه محمد من خيار الأسامي المصطفى المختار خير الأنامي والحاشر العاقب ومسك الختامي خير الهدي هديه وهو خير هادي والثابتة من مرضعات حليمة
اللي عنت له فوق بغله سقيمه عادت معها خير واكبر غنيمه الباديه بن سعد خيل البوادي سماه باسمه عاليه الشان جده اللي تربى تحت شوفه ويده حتى بلغ في غايه المجد حتى هقفه وابو طالب تولاه بادي ثم اشتغل بالرعي ثم التجاره اللي انشهر فيها بصدق العباره سفر بها للشام اهل الحضاره ورجع بها كسبان لاظهر بلادي وفي الـ25 تزوج خديجه خير النساء الطاهره والبهيجه رضي الله عنها وارضاها وهذه تراها الخاتمه والنتيجه لابد من يصدق ينول المراد الله يجعلنا وياكم من الصادقين ومنها انجبت ابنين واربع بناتي ارقيه وام كلثوم هن سيداتي والسيده زينب عليها الصلاه وام الحسن خير النساء في البلاد وبنيه ماتوا وافتقدهم صغيرين عبد الله والقاسم زهور الرياحين صلى عليهم مالك الملك والدين ما امطرت مزنه ومسالوادي اما عن ابراهيم ما هو ولدها ام ترى من مصر هذا بلدها ماريه الاقباط لا واسعدها فازت وايم الله بخير العبادي معروف بالصادق ورعى الامانه حتى حكم فاعظم حدث في زمانه شال الحجر بيديه حطه مكانه فض النزاع وحل حبل العناد صلى الله عليه وسلم حجر الاسود وفي الـ40 ارسل لها الله جبريل وانزل على قلبه كتاب بتنزيل مذكور في التوراه وايضا في الانجيل لا ريب فيه ولا المطيعين هادي وقال له اقرا قال ماني بقاري لا قد قريت ولا القرايه اشعاري شوف الجبل اللي بصدقه تماري هذا حرى يشهد ولا العين بادي اول من امن بخديجه بلا ريب وابو بكر من صدق الوحي بالغيب وابو تراب الهاشمي علي رضي الله عنه جد الرجال ذا وابو تراب الهاشمي واسع الجيب ومن الموالي زيد سهل القيادي قام وصدق عن ساعد الجد شمر يدعو العباد ولا في يوم تدمر للشرك والباطل تعدوى ودمر حتى ازاله وانتهى للنفادي اذوه قومه لين خلوه في رعب صلى الله عليه وسلم لكن ثبت مع شده الموقف الصعب جلس 3 سنين محصور في الشعب لا ماء ولا مأوى ولا ميرزادي طلع الى الطائف وجاء منه نازل لان الملك ظل في قرن المنازل قال له ازلزلهم شديد الزلازل لكن ابى رحمه وراي سدادي اسرابها الله ثم خص المعراج الى السماوات العلى فوق الابراج راى من الايات والنور وحاج حتى سمع صرف القلم بالمدادي وقام في مكه 13 عام يدعو الى الله ما فتر طول الايام كم مر من هم واحزان والام ما يوم عينه اهتنت بالرقادي وفي شهر ذي الحجه لقي 6 انفار واعدهم الدائره عند الاجمار تمت لها البيعه على يد الانصار وهذا شرف يبذلهم للمعادي هاجر بعدها واتجه للمدينه اللي بها بلغ تعاليم دينه بنى بها المسجد ودوله حصينه منها خرج للعالمين الرشاد يكم غزوه قادها في المعارك اما عقد رايه واما مشارك قايد حكيم صلى الله عليه وسلم ومن تبن المدارك يعفو ويصفح لا ظفر بلا عادي وترى بدر اول غزاه غزاها وتبوك اخرها ولا شيء وراها والفتح يوم العز قمة ذراها ساعة دخل مكة في ظهر الجوادي رأس الملوك الأرض ما خاف منهم للدين يدعوهم هم في وطنهم حتى القبائل شامهم معي منهم همدان هم الأزد وبكر وإيادي أما عن الزوجات كل عرفهن هن أمهات المؤمنين بشرفهن خديجة وسودة ورملة نصفهن والعائشة الحمراء كل الودادي وثنتين زينب زينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش وثنتين زينب مع جبيرية وهند وحفصة وميمونة بالأمرية وعند وصفية بنت حيي من جند الجند لقي نصيبه واتشح بس سوادي لحجة واحدة في آخر حياته حجة وداع ومخبرة عن مماته وأربع من العمرات قالوا رواته حتى ابن القيم في زاد المعادي أما وفاته جات في يوم الاثنين عن عمر ناهز بـ63 أفدى هنا وأمي وابويا ولدنين واهل جميع الارض حضروا بوادي تمت يا رحمن يا خالق الخلق صلي على المبعوث من جانب الفلك شفيعنا يوم العرق واصل الحلق وانا على الرحمن كل اعتمادي ولال والاصحاب والتابعيني واللي تبعهم من رجال اليميني من كل مستمسك بتقوى وديني من طيب الاخلاق والاعتقادي صلى الله عليه وسلم وسلامتكم. الشيخ محمد بن عبد اللطيف ابو زرعه النجبي اشهر من نار على علم ونعم 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 بكم جميعا ونعم بحبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم الله يجزاك خير وياك
وهذه تشدك على القصائد كل ابوها يا دكتور بيض الله وجهه بيض الله وجهه وصح لسانه اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم به تطيب الاشعار ويطيب الذكر والمجالس ما تحلو الا بالصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم صح لسانك جزاك الله خير الشاعر الشيخ بندر البشري الله يبيض وجهك ايها الاحبه وصلت انا واياكم الى نهايه فقراتنا المنبريه لهذا المساء سعدنا بكم في هذه الليله المباركه في ضيافة الشاعر محمد بن صالح بن رويجح المطرفي الهذلي لم يتبقى لنا في هذه المشاركات المنبرية إلا شيلة مهداة للشاعر محمد بن صالح بن رويجح المطرفي الهذلي وهي مهداة من الشاعر سيف ابن سعدي المطرفي الهذلي نامل منكم تشاركونا هذه الشيلة وهي ترحيب بقبيلة حرب هذه القبيلة الضاربة جذورها بالتاريخ مرحبا ومسهلا بكم ومرحبا ومسهلا بجميع القبائل الله يحيي الكل والجميع تقبلوا تحياتي محدثكم سعد السويهري طبتم في رعاية الله الله يمسيكم بالخير والله يحييكم وبيض الله وجهكم جميع من شارك والله أنا من أسعد الليالي ونشكر الإعلامي المميز سعد السويهري أبو ريان صاحب السناب السامر والله أنا مشرف سناب في جميع الحفلات ونشكر سناب ابن هيا المميز اللي له دور مميز في جميع التغطيات الحفلات ونشكر جميع من حضر والله يحييكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحروب أهل الفعايا الطويلين الشبور عزوة في المقفر سامن جبال الهدى الشعر دوب النجالة مع الأفكار دور بعد ما صفت بالي وتفكيري أدى من هالتعالي على غير غدا لا بدا من هالتعالي على غير غدا شاعر مهم لا التواجد وطهو شاعر هم ينوم سعزات لا بدا بعدها بواجب القب وفاني بمعذور والله اني لما ما الشعر واطلب وحدا مرحبا ترحيب وافي بعيد عن القصور عند من كرم ضيوفه مرحبا ترحيب وافي بعيد عن القصور عند من كرم ضيوفه وبالواجب بدا بالحروب على الفعايل طويلين الشبور عزوة بالمقفر سامن جبال الهدى مرحبا وحضوركم زاد فوق النور نور يا معاوين الرفاقة من الزحت العدا يا معاوين الرفاقة من الزحت العدا تواخر عنهم اليا سمع منهم نداء شيخ عرف وشاعر غاصف السبع البحور من دكادرة المراجل ما هو بس الحدا مطرفين عزوته فاللوازم ما تبور ما ذكر فيهم ضعايف ولا راعي ردا من قديمة الليالي ومن ماضى العصور اكرم بس المولي بدا الحرب عقدا اكرم بس الشعر دوب النجالة مع الأفكار دور بعد ما صفيت بالي وتفكيري هدا والقصيد انكلمه ومن إحساس وشعور
من هالتعالي على غير غدا لا بدا من هالتعالي على غير غدا شاعر مهم هل التواجد والظهور شاعر همينا ومس عزات لا بدا بعدها في واجب الكب وفاني بمعدور والله اني لطمع الشعر واطرب وحدا مرحبا ترحيب وابي بعيدنا القصور عند من كرم تواخر عنهم الياس سمع منهم نداء شيخ عرف وشاعر غاصف السبع البحور من دكاترة المراجل ما هو بس الحدا مطرفي عزوته فاللوازم ما تبر ما ذكر فيهم ضعيف ولا راعي ردا من قديمة الليالي ومن ماضي العصور اكرم بسلم وليا بدأ الحرب عقدا اكرم بسلم وليا سمع منهم نداء شيخ عرف وشاعر غاصف السبع البحور من دكاترة المراجل ما هو بس الحدا مطرفي عزوته فاللوازم ما تبر ما ذكر فيهم ضعيف ولا راعي ردا من قديمة الليالي ومن ماضي العصور اكرم بسلم وليا بدا الحرب عقدا اكرم بسلم وليا بدا الحرب عقدا من هالتعالي على غير غدا لا بدا من هالتعالي على غير غدا شاعر مهم هل التواجد والظهور شاعر همينا ومس عزات لا بدا بعدها في واجب الكب وفاني بمعدور والله اني لطمع الشعر واطرب وحدا مرحبا ترحيب وابي بعيدنا القصور عند من كرم ضيوفه
معاوين الرفاقة من الزحت العدا يا معاوين الرفاقة من الزحت العدا قال أرى المواجب بسط الجهور من وفا وطيب راسه لترحيب الصدا بالروجح جيد أساس والفلم خبور قبل جنب الطيب والجود ما معه مدى تخرع وتندون رابك ما السيف البتور ولا توخر عنهم سمع منهم ندا لا توخر عنهم الياس سمع منهم ندا شيخ عرف وشاعر غاصف السبع البحور من دكاترة المراجل ما هو بس الحدا مطرفي عزوته فاللوازم ما تبر ما ذكر فيهم ضعيف ولا راعي ردا من قديمة الليالي يا الله
يا يا دون يا دون يا دون يا دون مجلس جمع سالم وغالب لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 السلام رد يا توفى من واحد ما ضر خلق الله ولا يبغى المضر أنا تشر والعرب يدرون نفشة الشر ودي جميع الناس فالممشى على حسب النظام الحمد لله ما بقي في ذمتي مثل ذرة واللي تخرج للثمان الباطلين لله درة الحرم لا من هد ولكنها بالحيل مرة إن جيت بسقيها غلط وإن جيت بقطعها حرام. طيب أبو عبد الله بيض الله وجهك. الرد البيت الأول الشاعر حمود بن سود المطري قال يا مرحبا في مرحبا في دينة الأحرار حرة يلي تخيل الضلع بالعيان سد الضلع حرة واللي لبس ثوب الوفا يصبر على ولا يطر حياكم الله يا رجال العرف ورجال الزعام. رد البلد الثاني الوالد الشاعر صالح بن رجع قال ما دام قلبك ما علاه خلاف وزرارك تزر اللي يبرك يا وسيع المعرفة لازم تبر والشجرة اللي عرقها من باع لا شك لا تجر لولا دواها ما مشى ناصر على صم العظام. سلامت الله وجهك يا ابو عبد الله. الله يسلمك.